زميلتي ايمان، يعني عرفنا تغيير في الوضعيه الجويه، كانت امطار شهدناها يوم امس، ان شاء الله كانت امطار خير على كل الجزائريين، بالاضافه الى كانت هناك رياح قويه نوعا ما، وهذا خاصه على المناطق الجنوبيه. لهذا الغرض نربط الان الاتصال مباشره مع رئيس مركز التنبؤات بالديوان الوطني للارصاد الجويه السيد محمد عقاقنا. صباح الخير سيدي. صباح النار، صباح النور، هاك مبروك. الله يسلمك، عايشك سيدي. يعني ما هي بداية، ما هي كمية الأمطار المتساقطة يعني ليلة أمس؟ قد سجلنا يعني خلال 24 ساعة الماضية، نعم في سكيكدا 45 ملم، نعم باتنا 41، نعم بسكرة 40 ملم، جيجل 24، عنابة 11، نعم تنس 4 ملم، مندية 3 ملم، ميلا 47، قسنطينة 35 ملم، قلمة 18، سطيف 21، أم البواقي 16، خنشلة 12، تقرت 8 ملم، ودلس حوالي ما يقرب 11 ملم. يعني هذا بالنسبة خاصة الكميات كانت يعني معتبرة على المناطق الشرقية، بينما المناطق يعني الغربية والوسطى كانت كميات يعني ضعيفة شوية. نعم، فيما يخص المناطق الجنوبية السيد محمد عقاقنا، هل الرياح يعني الزوابع الرملية حتبقى دائما مستمرة، خاصة بيكون من مدينة عين صالح، أدار، كذلك تمنس، ورقلة والواد؟ لا ان شاء الله، يعني ابتداء منها بعد الظهيره في الامسيه هذه نعم. تنقص الرياح، وكذلك يعني الرمال ثاني تنقص، كان فيها يعني كانت رياح معتبره نوعا ما نعم. وكانت هذيك الرياح زوبعة رمليه فني كانت معتبره حتى من وصلت حتى الى منطقه يعني حوض البحر الابيض المتوسط، يعني بالفعل يعني المتوسط ادت الى رداء في الرؤيه خاصه على المناطق الجنوبيه. نعم، كان فيها في مكبيامات يعني كانت نشره جويه خاصه نعم. ما يخص الرياح، سرعه الرياح وكذلك الرؤيه والرمال. يعني بدايه من ظهيره اليوم حتنقص سرعه الرياح. يعني بعد الظهيره اليوم يعني تنقص الرياح هذه وتحبس الرمال في الليل. إن شاء الله. يعني فيما يخص توقعات الطقس خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، هل سوف نشهد يعني عودة الاستقرار والأجواء الربيعية أم الأجواء حتكون مضطربة؟ ابتداء يعني غدا بحول الله يعني يكون نعم. جو ربيعي، ترتفع درجه الحراره نوعا ما، يعني تكون يعني فصليه نوعا ما، ما يقارب حوالي 22 او حتى 24 درجه، يعني هذا غدا بحول الله. نعم. بينما ابتداء من صبيحه يوم الاثنين يتقلب الجو غير مستقر في الصبيحه، يعني يمس المناطق الغربيه والوسطى يعني بعض الامطار يعني خفيفه في صبيحه يوم الاثنين، بينما يعني بعد الظهيرة أو في آخر اليوم تزيد هذه من كمية الأمطار وتكون كم أمطار عادية غزيرا، ويوم الثلاثاء يكون فيها انخفاض يعني في درجة الحرارة محسوس، انخفاض محسوس تهبط درجة الحرارة، وكذلك تكون أمطار غزيرة. نعم. يعني ابتداء من نقدر نقولوا يعني من ليلة الاثنين أو يوم الثلاثاء إلى غاية صبيحة يوم الخميس. نعم. يكون أمطار وكذلك يعني درجة حرارة ورياح شوية يعني تكون قوية نسبيا على المناطق الشمالية. بينما يعني ابتداء من صبيحه يوم الخميس يتحسن الطقس على المناطق الغربيه والوسطى، ويبقى الى يوم حتى يوم الخميس يعني في نهايه النهار على المناطق يعني الطقس غير مستقر على المناطق الشرقيه. نعم، يعني هذا الى غايه يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله، يعني هذا الاضطراب الجوي سيد محمد عقاقنا هل سيمس يعني اغلب المناطق الشماليه؟ ان شاء الله يمس كامل المناطق الشماليه، حتى يعني حتى الهضاب العليا، بالك حتى شمال الصحراء. نعم. يعني خاصه يعني المناطق الداخليه والهضاب العليا قد يمسها وتكون يعني معتبره نوعا ما، بينما الثلوج يعني تكون يعني على المرتفع علوها 1200 او 1000 او 1200 متر ان شاء الله، يعني يوم الثلاثاء هناك ثلوج، تكون بعض الثلوج يعني هل هي ظاهرة عادية ونحن أكثر من 1000 متر، أكثر يعني ارتفاع أكثر من 1000 متر خاصة المناطق الوسطى والشرقية، نقدر نقول على أنها يعني ظاهرة الثلاثة. عادية سيد محمد، نقدر نقول على أنها ظاهرة عادية كما سلفت ذكر. لا لا لا، ظاهرة عادية ما زلنا يعني في هذه نقولها لا بيوت ترونزيتوار، يعني ما زال يعني نحن بداية فصل الرابع، فصل الربيع، ولكن مازال عندنا لي ديبرسيون، مازال يعني الضغوط يعني مازال في الضغط الجوي يعني يكون يهبط شويه يوم ابتداء من يوم الاثنين يهبط، وتكون يعني هنالك يعني امطار وبرو وبرد. يعني هذا شفنا حتى في شهر جوان عند حوالي 50 او 60 كانت يعني امطار كثيره، وكان كذلك درجه الحراره كانت هبطت بزاف، وين حكيت على المناطق الشماليه نعم. وين حكيت 12 درجه يعني نعم. في شهر جوان. نعم.
ان شاء الله تكون هذه المره يعني شهر جوان كذلك يكون نعم نشوفوها يعني الظاهره هذه يعني في جوان ماشي دروك نشوفوها تقريبا 20 30 سنه تقول ترجع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سيدي على المعلومات فيما يخص توقعات الطقس خلال الايام القليله القادمه وفيما يخص كذلك كميات الامطار المتساقطه خلال 24 ساعه الماضيه. شكرا على الواجب واللقاء ويومكم سعيد. انت كذلك يومك اسعد. ايمان زميلة الايمان يعني بهذا هناك اضطراب جوي ان شاء الله حتكون الاجواء بارده ممطره ومثلجه ان شاء الله يعني لما لا حتميز اغلب المناطق الشماليه وهذا بدايه من مساء يوم الاثنين الى غايه يوم الخميس القادم يعني المده حتكون طويله يعني الاضطراب الجوي ان شاء الله حيكون نشيط الفعاليه لهذا نقولوا يعني لكل مواطن لازلنا في الاجواء الشتويه وليس بعد يعني الاجواء الربيعيه وكذلك الصيفيه كما شهدناها يوم الاربعاء الماضي. قبل ان اختم زميلتي الايمال يعني فيما يخص توقعات الطقس لظاهره اليوم ان شاء الله بالفعل فيما يخص توقعات الطقس لظاهره اليوم بحول الله الاجواء تكون مستقره عوده الاستقرار تدريجيا على اغلب المناطق الشماليه للوطن باستثناء بعض السحب الخفيفه مثل ما نلاحظ في الصوره راح تخص اغلب المناطق الشماليه حتى المناطق الوسطى كذلك الشرقيه وكذا حتى المناطق الغربيه بالجنوب تبقى دائما الاجواء العموم مستقره مشمسه على اغلب المناطق الجنوبية مع بعض الزوابع الرملية أيضا تبقى دائما تنشط على شمال الصحراء كمنطقة عين صالح كذلك أدرار ورجل الواد حتى منطقة تمن راس وصولا لغاية أقصى الجنوب كمنطقة عين سأقول كمنطقة عين قزام حتى برج بجي مختار. فيما يخص درجة الحرارة القصوى اللي نسجلوها لظاهرة اليوم بحول الله راح تبقى دائما درجة الحرارة في معدل الفصلي اللي تتراوح ما بين 11 درجة إلى 22 درجة على الأغلب المناطق الشمالية ومن بين 21 إلى 39 درجة على المناطق الجنوبية. زميلة إيمان فيما يخص توقعات الطقس هذه اللي كانت ظاهرة اليوم إن شاء الله حتكون أجواء مستقرة على العموم على أغلب ولايات الوطن.